في lesson 2، يا ريت كل الناس اللي ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت تلاقيها في اسفل الفيديو في التعليق المثبت، هنضغط على اللينك يوصلنا لكل الحلقات اللي فاتت. وبرضه في الصفحه الرئيسيه للقناه لاقي قسم خاص ب بريب 1، ندخل على الالجبرا والجيومتري ونشوف اللي احنا عايزينه. بيقول لي انر بريزنت ايتش اوف ذا فولوينج اون نمبر لاين. طبعا عندي هنا نيجاتيف 7 اوفر 4. قلنا في حاله لما يكون النيوميريتور اكبر من الدينومينيتور بنفضل نرجع لحد ما نقابل نمبر معين موجود في التيبل بتاع اللي تحت. فبالتالي ال7 دي مش موجوده في تيبل 4، هنرجع مره ال5 لا ال6 لا ال4 ماشي. فبالتالي احنا فضلنا نرجع لحد ما قابلنا 4 اوفر 4 ايكوال 1. طيب احنا بنعمل ايه بقى في الوضع ده؟ بنروح جايبين النمبر لاين بتاعنا، طبعا في النص هنا بيكون 0، وانا عايز امشي لحد ما ابقى 4 اوفر 4 ايكوال 1. طيب بس خلي بالك ان دي بالنيجاتيف، يبقى انا هروح ناحيه الشمال. يبقى انا هنا عندي نيجاتيف 1 اهي، والنيجاتيف 1 دي نفسها هتتعمل هي عباره عن نيجاتيف 4 اوفر 4. اتفقنا؟ بعدها على طول نيجاتيف 5 اوفر 4، بعدها على طول نيجاتيف 6 اوفر 4، وبعدها على طول نيجاتيف 7 اوفر 4. اذا ده الموضع اللي انا عايزه، نيجاتيف 7 اوفر 4. طبعا ابسوليت فاليو دي المفروض ان هي تاكل النيجاتيف، يعني هي اصلا 3 اوفر 5. وما دام اللي فوق اصغر من اللي تحت يبقى ده كده معناه ان هو بتوين 0 اند 1. لازم يكون موجود ما بين الزيرو وال1. فبالتالي ادي زيرو، ونبعد بعيد شويه كده ادي ال1 بتاعنا. طبعا زيرو دي هيكون نفس الدينومينيتور، يبقى 0 اوفر 5، بعدها على طول 1 اوفر 5، بعدها على طول 2 اوفر 5، بعدها على طول 3 اوفر 5. يبقى ده المكان اللي انا عايزه بالظبط. هنا في جريتر ذان وسمولر ذان، طبعا مين الاكبر، نيجاتيف ولا زيرو؟ طبعا الزيرو والبوزيتيف نمبر اكبر من النيجاتيف، فبالتالي دي هي الجريتر. مين الاكبر، 4 اند هاف ولا 5؟ طبعا 5. مين الاكبر، نيجاتيف لما يكون حاجه نيجاتيف وحاجه بوزيتيف؟ طبعا البوزيتيف الاكبر. الابسوليوت فاليو دي كده هتاكل النيجاتيف، يعني دي اصلا 3 اوفر 2 ودي اصلا عباره عن 1 اوفر 2. طبعا لما بيكون الدينومينيتور زي بعض يبقى بنطلع فوق وناخد الكبير، يبقى دي الكبير. طب مين الاكبر، نيجاتيف 5 ولا نيجاتيف 4 اند هاف؟ 4 ونص ولا 5؟ طبعا في حاله النيجاتيف بنختار الصغير هو اللي بيبقى الكبير. يعني انت لما يكون مثلا عندك نيجاتيف 4 ونيجاتيف 5، الكبير فيهم نيجاتيف 4. نفس الموضوع هنا، نيجاتيف 4 اند هاف ونيجاتيف 5، لا الكبير فيهم نيجاتيف. طيب الابسوليوت فاليو بتاع 15 اوفر 2 هتفضل زي ما هي 15 اوفر 2، والميكسد نمبر ده، الميكسد نمبر ده لما نفكه 7 اند هاف برضه هيدينا 15 اوفر 2. فبالتالي الاجابه هنا ايكوالز. هنا بيقول لي ارينج باي ديسندنج وارينج باي اسندنج، دي برضه ما فيهاش مشكله خالص. هنكتب كل ده كده بالكالكوليتر، نشوف دي بكام بالكالكوليتر، نشوف دي بكام، دي بكام، دي بكام، دي بكام. خلي بالك بقى لان في نقطه مهمه جدا جدا جدا. لما انا اجيب الكالكوليتر المفروض ان 3 اوفر 10 دي هتدينا 0.3، ما فيهاش مشكله. لكن لما اجي امسك ال 7 اوفر 30 مثلا، يلا جيت انا عملت 7 اوفر 30، بصوا هيدينا ايه؟ هيدينا كتير قوي كده. لا احنا هناخد 2 ديجيتس بس، يعني هنقول له 0.23، هنقول له كده 0.23. النيجاتيف 1 اوفر 3 برضه هنقول له 0.3 بس بالنيجاتيف. هناخد هيدينا 3 كتير قوي كده، بس احنا هناخد واحده بس. ده هيدينا 0.2، نيجاتيف 0.2. والاخيره 4 اوفر 15، هنقول له 4 ديفايدد 15، يبقى كده اس دي هيدينا، هناخد برضه 2 ديجيتس بس اللي هو 0.26، يبقى دي 0.26. طبعا هنحط هنا 0 وهنحط هنا 0 وهنحط هنا 0 عشان يبقى الامور متظبطه معايا. طيب يبقى احنا دلوقتي المفروض لما انا عايز اعمل ديسندنج، انت المفروض عندك نيجاتيف، النيجاتيف ده صغير، انا عايز ابدا بالكبير. فهو اكبر حاجه معايا هنا اللي هو 0.30، يبقى اول حاجه معايا 3 اوفر 10. بعده على طول المفروض 26 اللي هي كانت المفروض 4 اوفر 15. بعده على طول 23 اللي هي 7 اوفر 30. انا بقول بقى مهم جدا ليه؟ لان انت دلوقتي عندك نيجاتيف 0.30 ونيجاتيف 0.20، يا ترى مين الاكبر؟ لان انا عايز ابدا بالكبير. الكبير نيجاتيف 0.20 لان ده في حاله النيجاتيف بتعكس. فبالتالي يبقى انا عندي هنا كده 1 نيجاتيف 1 اوفر 5، وبعد كده نيجاتيف 1 اوفر 3. اتفقنا يا حبايبي؟ بالمثل هتكون نفس السؤال اللي بعده بس هنا في حاله ascending. هنا اهم سؤال بقى على الاطلاق عندنا اللي هو اللي من النوعيه دي كده. انا عايز تو راشونال نمبرز بتوين ده وده. طبعا انا همسك دول كده نعملهم باي، فبالتالي 2 باي 5 ايكوال 10. يبقى انا همسك 1 اوفر 2 احول ال 2 ل 10، وهمسك ال 4 اوفر 5 احول برضو ال 5 لل 10.
فبالتالي يبقى انا هنا كده عملت باي 5، اطلع برضو من فوق اعمل باي 5، يبقى 1 باي 5 ايكوال 5. ال 5 هنعملها باي 2، اطلع برضو من فوق باي 2، يبقى 5 باي 2 4 باي 2 ايكوالز 8. انا عايز تو راشونال نمبر بتوين 5 اند 8، طبعا هيكون 6 اوفر 10 وهيكون 7 اوفر 10، يبقى دي ما فيهاش مشكله خالص. هنا في حاله النيجاتيف انت سيب النيجاتيف زي ما هو عادي جدا، واشتغل برضو عادي جدا، وفي الاخر بقى احط النيجاتيف. يعني انا اول حاجه هعمل 4 باي 3، يبقى الاجابه هنا تدينا 12 يا حبايبي. يبقى انا اروح ماسك ال 3 اوفر 4، ال 4 دي هتكون 12، وهمسك برضو نفس الموضوع ال 2 اوفر 3 اهو 2 اوفر 3، ال 3 دي برضو عايز اخليها من تحت 12. فبالتالي ال 4 دي كده المفروض ان انا عملت لها باي 3، اطلع برضو اعمل باي 3، يبقى 3 باي 3، يبقى الاجابه هنا بتاعتي هتدينا 9. نفس الفكرة برضو ان ال 3 هنا كده نعملها باي 4، اطلع برضو من فوق اعمل باي 4، يبقى 2 باي 4 ايكوال 8. يبقى معنى كده ان انا عايز 2 راشونال نمبر بتوين 8 اوفر 12 و 9 اوفر 12، طبعا ما فيش ما بينهم حاجة، يبقى ساعتها هنحط هنا 0 وهنحط هنا 0 وهنحط هنا 0 وهنحط هنا 0. يبقى انا عندي هنا كده 81 اوفر 100، 81 اوفر 120، 82 اوفر 120، وبعد كده 83 اوفر 120. طبعا الاخير ده نفس الفكره، بس 0.3 ده هيكون عباره عن 3 اوفر 10، وهنشتغل نفس الخطوه عادي جدا، مفيش مشكله. هنا بيقول لي رايت 4 راشونال نمبرز بتوين كل واحده من دول. طب تعالى نمسك اول جزء ال 1 اوفر 2، ال 2 دي كده هنحولها لل 24، وهنروح ماسكين ال 11 اوفر 12، ال 12 دي برضو هنحولها لل 24. فبالتالي ال 2 عملنا لها باي 12، هنطلع من فوق برضو باي 12، يبقى 1 باي 12 ايكوال 12. ال 12 بقت 24 باي 2، هنطلع برضو من فوق باي 2، يبقى 11 باي 2 ايكوالز 22. اصبح ما بين ال 12 وال 22 حاجات كتير جدا. يبقى انا عندي ال 13 اوفر 24، ادي اول واحده، ال 14 اوفر 24، ال 15 اوفر 24، وال 16 اوفر 24. طيب ده بالنسبه لاول سؤال، تعالى نمسحه ونخش ماسك الاثنين دول كده اعملهم باي 9 باي 6 ايكوال 54. يبقى انا عندي ال، هسيب النيجاتيف دي بعدين دلوقتي وبعد كده نكتبها في الاخر. يبقى انا عندي 4. السؤال اللي فات ده المفروض كان فيه هنا نيجاتيف، خلي بالك المفروض هنا دي نيجاتيف ودي نيجاتيف ودي نيجاتيف، عشان بس احنا نسينا نكتب النيجاتيف في السؤال ده. هنيجي هنا يبقى هنا 4 اوفر 9، عايز اخلي ال 9 من تحت 54، وهنيجي برضو لل 5 اوفر 6، عايزين نخلي ال 6 54. هنبقى نكتب النيجاتيف بعدين. طبعا 9 نعملها باي 6 وال 6 دي باي 9، يبقى نطلع من فوق هنا كده باي 6، 4 باي 6 ايكوالز 24، وهنا باي 9 يبقى 5 باي 9 ايكوالز 45. طبعا انا عايز 4 راشونال نمبر بتوين 24، بس خلي بالك وانت بتكتب اكتب نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 25 اوفر 54، نيجاتيف 26 اوفر 54، نيجاتيف 27 اوفر 54، نيجاتيف 28 اوفر 54. اتفقنا يا حبايبي؟ طيب اخر سؤال ده هو كل حكايته، بيقول لي هات لي 3 راشونال نمبرز بتوين 0 اند 3. هي ال 3 دي احنا ممكن نعملها عباره عن 9 اوفر 3، وال 0 دي ممكن تبقى 0 اوفر 1. فبالتالي لا، مش 0 اوفر 1 بقى، ممكن تبقى 0 اوفر 3 برضه. اتفقنا؟ فبالتالي لما بيديني نمبر معين انت بتعمله فراكشن بحيث انه كذا ديفايدد كذا يديك النمبر ده. فاصبح ما بين 0 اوفر 3 و 9 اوفر 3 حاجات كتير جدا. يبقى انا عندي 1 اوفر 3، 2 اوفر 3، 3 اوفر 3، و 4 اوفر 3. ده كده ال 4 راشونال نمبرز بتوعي اللي بيكونوا بتوين 0 اند 3. بنقول خلصنا حلقه النهارده، اتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.